خسر المنتخب السوري أمام نظيره الكوري الجنوبي بهدفين لهدف واحد في مباراة ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 22 عاما المقامة في دولة عمان. الكوريون الجنوبيون بدأوا التسجيل مبكرا في الدقيقة الثالثة من المباراة، فيما جاء الهدف الثاني للكوريين بعد 8 دقائق. المنتخب السوري سجل هدفه الوحيد عبر لاعبه مرديك مرديكيان في الدقيقة 95 من عمر المباراة.